السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدما تعرفنا في الحصص السابقة على حل النظمة باستعمال ولا الحل الجبري للنظمة واللي هي حل النظمة باستعمال طريقة الطاولة وحل النظمة باستعمال التليفة الخطية هذا ما يسمى بالحل الجبري اليوم سنتعرف على الحل المبياني للنظمات أو للنظمات معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين في البداية سأقترح نشاط كما يلي نعتبر النظمة التالية 2 زائد يساوي 1 4 يساوي 8 ليكون دي واحد مستقيم معرف بالمعادلة 2 x زائد يساوي ليكون اثنان مستقيم المعرف بالمعادلة أربعة يساوي 8 حدد المعادلة المختصرة لكل من المستقيمين دي واحد و دي اثنان مثل المستقيمين دي واحد و دي اثنان في معلم متعامد ممنظم حدد نقطة تقاطع هذين المستقيمين ماذا تمثل لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم دي واحد حسب المعادلة الأولى هي اثنان إكس زائد إكس نقصد هنا بالمعادلة المختصرة وحساب y بدلالة x y في طرف و x في طرف آخر سنطرح ناقص 2 في الطرفين سنحصل على y يساوي 1 ناقص 2x سأقوم بتغيير ترتيب الحدود سنحصل على y يساوي ناقص 2x زائد 1 هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم d1 بنفس الطريقة تحديد المعادلة مختصر للمستقيم دي اثنان المعادلة ديال المستقيم هي هذه اربعة إكس زائد 4 إكس يساوي ثمانية سنطرح اربعة إكس في الطرفين ستصبح اربعة إكس يساوي ثمانية ناقص اربعة إكس سنقسم الطرفين على اربعة ستصبح إكس يساوي ناقص اربعة إكس زائد ثمانية على اربعة الإختزال باربعة ناقص واحد إكس زائد اثنان او لا ناقص اكس زائد اثنان هي المعادله المختصره للمستقيم د اثنان وكان هذا هو الجواب الاول ولا الجواب على السؤال الاول الجواب على السؤال الثاني هو تمثيل المستقيمين دي 1 ودي 2 في معلم متعامد ممنظم في الدرجة ديال المستقيم ما تكونش هذا الشيء سنقوم بتحديد نقطتين تنتميان لهذا المستقيم إذا كان اكس يساوي واحد في المستقيم دي واحد كتلاحظوا معايا الا كان اكس يساوي واحد ي يساوي عفوا الا كان اكس يساوي صفر إذا كان اكس يساوي صفر ي يساوي واحد و كان اكس يساوي واحد ناقص اثنان زائد واحد هي ناقص واحد و هاد الجدول بنفس الطريقه غادي نلقاو الا كان اكس يساوي صفر ي يساوي اثنان و كان اكس يساوي واحد إذا كان اكس واحد ايغريك يساوي ناقص واحد زائد اثنان هي واحد اذا هادو هما النقطة, النقطة او بعد هاد النقطة مع اف غادي نمثلهم في معلم متعامد ممنظم النقطة هاد الاحداثيات صفر واحد النقطة الاحداثيات واحد ناقص واحد ثم المستقيم دي اثنان النقطة ذات الاحداثيات صفر جوج والنقطة الاحداثيات واحد واحد هذا هو الشكل الهندسي الممثل للمستقيمين دي واحد و دي بنا السؤال السؤال الثالث هو ماذا تمثل ولا حدد احداثتي ولا حدد نقطه التقاطع المستقيمه دي واحد دي اثنان هندسيا الافصول هو ناقص واحد الارتب هو ناقص اثنان في المستقيمه في نقطه ام افصولها ناقص واحد وأرتوبها ثلاثة وماذا تمثل هذه النقطة بالضبط بالنسبة لمستقيمة تمثل نقطة التقاطع بالنسبه للنقطه ولا زوج احداثيتين النقطتين ولا زوج احداثيتين نقطه ان فهو سيمثل أه في نظركم سيمثل علاش أه لان النقطه التقاطع غتنتمي غت لدي واحد ودي اثنان يعني ستحقق معادل المستقيم دي واحد وستحقق المعادل المستقيم دي اثنان فهي ستمثل حل للنظمة اس اذا كخلاصه زوج احداثيتي ولا زوج نقطة تقاطع المستقيمين وحل النظمة زوج إحداثيتي عفوا هنا زوج إحداثيتي نقطة تقاطع المستقيمين وحل هذه النظمة شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء